المسافات يؤثر على التربة، فالكيس الرقيق والخفيف يستر بميزاته على مواد سامة. ينتقل كيس البلاستيك بسلة المهملات والمكبات والبحار والأنهار، فيطفو على وجه المياه فتبتلعه السلاحف والأسماك والطيور البحرية مما يؤدي لاختناقها. من الطرق العلاجية ومنها تحويل النفايات العضوية الصلبة إلى غاز حيوي، وتحويل النفايات إلى أمسدة عضوية يستفاد منها في الزراعة. من الكوارث التي تجعل الإنسانية مطلوبة فوق العادة، لكن الناس لا تستوعب عدو خفي بطيء التأثير كالبلاستيك المتسرب للطبيعة. كلا أننا ندمر الطبيعة التي تبقينا أحياء وليس الطبيعة نفسها، فهي تستمر كما استمرت طوال تاريخها الطويل، مما يعني أننا ندمر أنفسنا ببعد.